أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست تساؤل بعنوان إنسان حسب الطلب. الإنسان ليس سوى مرحلة وسيطة لا هدف لها سوى الوصول إلى الإنسان الأعلى. استوقفتني هذه الجملة الشهيرة لفريدريك نيتشه التي قالها في كتابه هكذا تكلم زرادشت، والمنشور عام 1885 ميلادية، أي بعد 19 عاما فقط من نشر داروين لكتابه أصل الأنواع، والذي على ما يبدو كان تأثيره واضحا على فلسفة نيتشه، حيث أن التطور حسب فلسفته يجب ألا يقتصر على التطور البيولوجي العضوي فقط، بل يجب أن يتجاوزه إلى الجانب الفكري والفلسفي. هل تساءلت يوما لماذا لم تكن ذكيا كأينشتاين، أو فنانا بارعا كدافنشي، أو لمستوى أكثر شيوعا؟ هل راودتك أفكارا حول مدى جاذبيتك فيما لو أنك ولدت بلون عين أزرق؟ هل لاحظت يوما تلك الاختلافات بينك وبين أقرانك الذين لا يكف والديك عن مقارنتك بهم؟ الإجابة ببساطة تكمن في الجينوم البشري، تلك المادة الوراثية التي تحوي جميع البيانات المترجمة لصفاتك الظاهرية وغير الظاهرية، البيانات التي تحدد في الغالب مع مؤثرات أخرى أو بدونها أحيانا الأمراض التي ستصاب بها كالتوحد، أمراض القلب، والزهايمر، أو حتى أنواع السرطانات المختلفة، فضلا عن شكلك الخارجي وسلوكك المتبع. أتاحت دراسة الجينوم البشري الكثير من الفرص الواعدة التي ستغير مستقبل الطب الجيني الجزيئي عبر علم التعديل الجيني جين إيديتينج مستقبلا، ولكن سأبدأ بطرح سؤال مهم: لماذا توجهت الأنظار منذ منتصف الثمانينات الميلادية لمجال تقنيات التعديل الجيني؟ لقد ساهم اكتشاف المضادات الحيوية في بداية القرن الماضي إلى زيادة عمر الإنسان وتكيفه مع محيطه، وقد عزز من ذلك عمليات التطعيم التي قضت على الكثير من الأوبئة. هذه الاكتشافات بقدر ما ساهمت في تطور الطب الحديث وتجاوز الكثير من الصعوبات التي قد يولد بها الإنسان، فإنها بذات القدر ساهمت في السماح للطفرات الخبيثة بالمرور عبر الأجيال متجاوزة كل الصعوبات التي كانت تحد من انتشارها بمرض حاملها في سن مبكرة ثم موته مثلا. ومن هنا بدأ الاهتمام بتقنيات التعديل الجيني لتعديل هذه الطفرات لا معالجة نتائجها. تستطيع تقنيات الاختبار الجيني الجزيئي إخبارك إن كنت أو كنت تحملين الطفرة الوراثية المسببة لسرطان الثدي. فقد خضعت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي في العام 2015 لفحص جيني جزيئي أكد أن احتمال إصابتها بسرطان الثدي، وهو المرض الذي عانت منه والدتها، أكدت نتائج الفحوصات حملها للطفرة الوراثية BRCA1، والذي يرفع من احتمالية إصابتها هي الأخرى بسرطان الثدي إلى 87%، وسرطان الرحم إلى 50%، مما جعلها تقرر أن تخضع لعملية استئصالهما كإجراء وقائي. إلا أن تقنيات المتطورة حديثا تقول أن بالإمكان تعديل مثل هذه الطفرات في المادة الوراثية للإنسان، وقبل أن تظهر نتائجها ويصبح لا مناص من العمليات الجراحية المعقدة. في شهر أبريل لعام 2019 ميلادية، كانت فيكتوريا غراي أول مريضة أنيميا منجلية يتم تطبيق تقنية كريسبر كاس 9 لعلاجها، حيث جازفت فعلا، فما زالت التقنية في مراحلها الأولى، إلا أن نوبات الألم الناتجة عن التجلطات الصغيرة داخل أصغر الأوردة كانت لها اليد العليا، فوافقت على الخضوع للعلاج. تم سحب خلايا جذعية وتعديلها وتكثيرها مخبريا، ثم إعادة حقنها مرة أخرى داخل جسمها. وبعد أربعة أشهر فقط، كانت المفاجأة، أظهرت نتائج الاختبارات أن 94% من خلايا دمها الحمراء
تظهر بشكل سليم كليا، وأن الهيموغلوبين المسؤول عن نقل الدم من نوع F والذي يوجد بشكل أكبر لدى الرضع لكونه أكثر كفاءة عند ارتباطه بالأكسجين قد ارتفع إلى 46.6%. لقد كانت هذه التقنية سحرا بالنسبة لها. واليوم بجانب خضوعها لمتابعة دورية تمارس غراي حياتها بشكل طبيعي بعيدا عن نوبات الأنيميا المنجلية. وحين نذهب إلى أبعد من هذا، ففي 26 من شهر نوفمبر لعام 2018 للميلاد، خرج الباحث الصيني هي بقسم الأحياء بجامعة Southern University of Science and Technology بالصين على منصة اليوتيوب، معلنا نجاح تجربته في تعديل جينات توأم صيني. هذا التعديل الجيني جعل من الطفلتين التوأم مقاومتين لفيروس النقص المناعي المكتسب HIV، حيث أن والدا التوأم لولو ونانا قد قصد الباحث فور درايتهما بأنه يعمل على تقنية التحرير الجيني كريسبر كاس 9 ليخبراه بأنهما يخططان للإنجاب، إلا أن العائق الوحيد أمامهما أن الأب مصاب بفيروس النقص المناعي، لينجح بعد ذلك في تحقيق مبتغاهم. ضجت الأوساط العلمية فور تلقيهم الخبر، وبدأت المؤتمرات العلمية والمواقع الإخبارية الكبرى جارين الجانب الأخلاقي للقضية تحت الضوء. في ديسمبر 2019 أعلن القضاء الصيني حبس الباحث هي 3 أعوام، معلنا أن ما قام به الباحث هو انتهاك أخلاقي لأسس البحث العلمي. هذه الحادثة تجعلنا في مواجهة مع الكثير من التساؤلات الأخلاقية. هل سيكتفي الإنسان بإعادة كتابة الأكواد الجينية لمعالجة الأوبئة والأمراض المختلفة؟ أم أنه كعادته سيتجاوز بهذه التقنية الحدود الأخلاقية كما تجاوزها مرارا في الأسلحة البيولوجية إلى الطاقة النووية؟ هل ستبدأ البرجوازية في تحديد صفات أبنائها وألوانهم، وإلى أي حد سيكونوا أذكياء وأصحاء؟ وما هي الحدود التي يجب أن نتوقف عندها؟ هل سيقضي الإنسان على الإنسان ليتجاوز المرحلة الوسيطة إلى الإنسان الأعلى كما قال نيتشه ربما؟ إذن فإن علاقة نيتشه وجملته في بداية الحلقة ترتبط بشكل أو بآخر بموضوع تقنيات التعديل الجيني الحديثة، إذ يعتبر نيتشه أن الإنسان في وضعه الحالي كائن يوصف بالضعف والجبن والتخلف والجهل. أصبح ينادي بظهور نوع جديد من البشر يطلق عليه الإنسان الأعلى أو السوبرمان، ذلك الإنسان الذي يتطور ويرتقي إلى نوع جديد يمتاز بالقوة والشجاعة والذكاء، بل ومستقل أخلاقيا عن القيم والمبادئ السائدة. من يدري، قد يصدق نيتشه، فالإنسان على عكس بقية الكائنات وحده يتعامل مع الموت كظاهرة طبيعية تستوجب تجاوزها. وإلى اللقاء في حلقة أخرى.